لا ما بيهمني طرش. اوقات بيقولوا لنا مشغولين كتير وعم بحمم الاولاد واشياء من هالنوع. كلهم عم بيطلبوا مثل ما عم تلاحظي، مثل ما انا كمان سالت بالاول وحتى بالصحافه، عم بيقولوا انه ليش ما في غنيه جديده مع الصبوحه. بتقولي اذا كان الوقت مناسب، واذا وقتها مناسب هي. طب معقول هلا بدك تقولي لي ما حكيتي معها بالموضوع مش سالتيها؟ لا أنا صدق لا والله لا، يعني هي صبوحه اذا هي حابه هي بتجي بتقول. بس شو بده يعرفها انه انت خاطره الفكره لا براسك؟ لا هي بتعرف انه انا ما برفض لطلب ابدا ابدا، كلمتها ما بتصير اثنين عندي. حلو، بس اكيد بتطمنين على صحتها انها منيحه باذن الله. اكيد الحمد لله. اليوم بعدني حكيتها، حكي جوزيف كانت هي بعدها نايمه وقال لي منيحه الحمد لله. خي نحن رح نستقبل انا وياك عواطف. بدي اقول لك لجوزيف كمان على اهتمامه بالصبوحه. ايه عن جد بنقول له ميرسي، لانه هو الشخص اللي واقف عن جد حد صبوحه. نحن رح نستقبل سوا عواطف، عواطف هي اللي بتسالك كل شيء خاصه بالقصص الغراميه والعاطفيه. انا ايه يلا تشيل عني هم عواطف. بونسوار. كيفك؟ كيفك رولا؟ بونسوار. يعني انت ضيفه كثير عزيزه على قلبي لانه اختي كمان اسمها رولا، وهذا الاسم كثير عزيز. بونسوار. اعتذر عفوا. ليه عم تعرفي؟ لانه صابوني بالعين اجري. بدي اسالك رولا، انت وين صايبينك بالعين؟ بخدودك؟ لا. بايدك؟ لا. باجرك؟ وين؟ باذني كمان. كمان؟ بس شفناك عم تمشي مشية الغزلان. ما شفناك عم تعرفي. رولا سمعت طارق ببداية الحلقة كان عم بيسألك عن حب الولدنة، لخبرك عواطف هو الأخبار ما بهموها، بتزتهم بالفريزر يلي موجودة على يميني وبتكبهم بالزبالة يلي موجودة على شمالي. شو بهمك؟ أنا بهمني حب المرأة رولا. لا عشان أنا مش بهمني. خبريني أكثر عن الحب بحياتك، مين هو؟ قديش حسابه بالمصرف؟ شو بيعمل؟ شو بجيب لك هدايا؟ ما افلس يا حرام. عنده مزرعه احصنه بس ما افلس. بتحب ركوب الخيل؟ من هواياتها عن جد، من هواياتك. انا قريتها بالمجله. اه يعني مزبوطة. بس ما بقى استرجي. هل مزبوط؟ رولا بدي اسالك اخر، قبل ما اسالك عن اخر علاقه غراميه، لانك ما جاوبتي على سؤالي وانا ما بجاوب على سؤالي بعمل لك اساس وضده. ليش الفنانات على طول بيستحوا يعترفوا اذا كان عندهم حب؟ هل الحب عيب؟ لا مش عيب. شو لكان؟ الحب حلو كثير. وليش ولا فنانه جلست على الكرسي اللي انت قاعده عليها اعترفت بملقى فما وقالت انه هي مغرومه وحكت عن حبيبها؟ لانه بتكون ثاقبت انه منن بحاله غرام. هل بس انت اذا بدك فيني اتخيل اني مغرومه؟ منك مغرومه. هلا لك انه مغرومه. واذا الحبيب عم بيحضر قديش قلبه رح ينفرط ويتفتفت لما يسمعك عم تنكري قدام الملايين من المشاهدين؟ طبعا خرجوا. ما بحبه بقى خلص. اوكي انسان كفتي. اخر علاقه ما بيستاهل حبي اصلا. قديش دامت؟ اخر كيف تعرفته وليش تركته؟ تعرفنا بالصدفه وتركنا لانه زحت وروح اجره. غريب قصته، كثير بتشبه قصتي فعلا، لانه انا اليوم بس زحتت تركت لانه ما لقيت ايدي. انا نفس الشيء، تركت له، تركته يوقع مشان هيك تركني، هو تركني. شفتي ما رح تعطيكي ولا جواب. رح نقصصها باخر الحلقه. رولا خبريني اكثر عن المعجبين، وما بهمنا المعجبين العاديين، مثل ما شايفه انا شخص بعيد جدا عن العاديه، انا كثير اوريجينال وبحب